بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ الحلقة النقاشية عن الاختبار الشامل بقسم التاريخ، تقويم للمرحلة أو التجارب الماضية. سوف كلفني قسم التاريخ مع زملائي الأستاذ الدكتور عويض الجهني والأستاذ الدكتور حسين الشيخ لطرح الأفكار الرئيسة لنبدأها في النقاش، ونبدأ اختصارا للوقت مع الأستاذ الدكتور عويض الجهني فليتفضل مشكورا، سوف يتحدث عن فكرة الاختبار الشامل وأهدافه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سأتكلم عن فكرة الاختبار الشامل وعن أهدافه، وهما موضوعان مرتبطان ببعضهما البعض. لكن قبل ذلك سوف أمر على مسمى الاختبار الشامل. كلمة اختبار بطبيعة الحال معروفة، ومعروف الخوف منها والرهبة والتخوف الذي يصاحبها منذ أن كنا في المدارس الابتدائية إلى الآن. حتى الآن إذا تعرضت لاختبار في قيادة السيارة فأنا أتخوف من أن لا أجتاز ذلك الاختبار. لكن المشكلة في الشامل. الشامل هنا غير محدد، فإذا أضيف لكلمة الشامل اختبار الشامل فهذا بطبيعة الحال يثير بعض الخوف وبعض الرهبة عند الطلاب، وأنا لا ألومهم في ذلك لأن كلمة شامل حقيقة غير محددة. لكن هل الاختبار الشامل فعلا شامل؟ هل يشمل كل موضوعات التاريخ؟ هل يشمل كل المراحل التاريخية؟ هل يجب أن يختبر الطالب في كل الموضوعات التاريخية وهو طالب تاريخ؟ ماذا يشمل هذا الاختبار؟ الواقع أن يعني هذا الاختبار ليس شاملا. الطالب حينما يجتاز المقررات ويأتي إلى مرحلة الاختبار الشامل يضع لنفسه تخصص، يأخذ تخصص رئيس وتخصص أو تخصصين فرعيين، ولذلك فهو يختبر في هذه التخصصات وليس في جميع الموضوعات التاريخية. وحتى إذا كان هذا الطالب أراد أن يختص بالتاريخ القديم أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ الحديث لا يختبر في جميع موضوعات التاريخ الحديث مثلا، وإنما المطلوب منه هو أن يختبر اختبارا شاملا في الموضوعات أو في التخصصات التي اختارها لنفسه. إذن كيف يمكن التغلب على المخاوف وعلى الرهبة من هذا الاختبار الشامل؟ بطبيعة الحال الخوف دائما يأتي من المجهول. إذا عرفنا المجهول، إذا أدركنا المجهول فإننا يخف يعني الخوف منه كثيرا. كيف يستطيع الطالب أن يتخلص من هذا؟ يستطيع أن يتخلص من هذا بمعرفة ما هو المطلوب منه في الاختبار الشامل. يستطيع أن يتخلص من هذا في الجلوس مع مرشده، حتى يشرح له مرشده كيفية اختيار الموضوعات التخصصية وكيف يستطيع أن يجتاز هذا الاختبار الشامل. كثير من الطلاب الحقيقة يأتوني وأنا يفترض أني أنا أختبرهم اختبارا شاملا سواء رئيسيا أو فرعيا، فيسألني بعد أن انتهى النقاش يشعر الطالب أنه مرتاح جدا، أنه عرف ما هو المطلوب منه. فمعرفة المجهول دائما تؤدي إلى التخلص من المخاوف. أهداف الاختبار الشامل مثل ما ذكرت هي متداخلة مع الفكرة. أول هدف من أهداف الاختبار الشامل هي إلمام وإحاطة الطالب بأهم المعارف والأفكار والآراء والتوجهات والتيارات والدراسات في مجال التخصص الذي اختاره. هذا هو هدف، أحد أهداف أو أهم أهداف الاختبار الشامل، أن يصبح الطالب ملماً بالمعارف في تخصصه، المعارف الأساسية الرئيسية في تخصصه، وأيضا ملم بأهم الآراء والأفكار والتوجهات والدراسات التي عملت في هذا التخصص.
لماذا؟ لأن الطالب مرشح لدكتورات الفلسفة، ولذلك المقررات التي يأخذها الطالب وهي 12 ساعة فقط، يعني 4 مقررات كل فصلين، كل مقرر كل فصل مقررين، والبحوث التي يأخذها الطالب أيضا مع هذه أو في ضمن هذه المقررات في نظر كثير من الناس لا تكفي لأن تؤهل الطالب لكي يكون ملما بأهم المعارف وأهم الأفكار والآراء والدراسات في مجال تخصصه. ولذلك يأتي هنا الاختبار الشامل لكي يكمل ما يمكن أن يكون نقصا. يعطى الطالب موضوعات، يعطى الطالب دراسات، يعطى الطالب كتب مثلا حسب آراء المشرفين لكي يستكمل النقص الذي يمكن أن يكون قد حصل بسبب قلة المقررات التي يأخذها الطالب ليكون مرشحا للدكتوراه. هنا يا إخوان اجتياز الطالب للاختبار الشامل يؤهله لكي يكون مرشحا. قبل أن يجتاز الاختبار الشامل لا يكون الطالب مرشح حقيقة للدكتوراه، يعني يقبل في برنامج ثم يجتاز المقررات لكنه لا يكون مرشحا، لا يكون الطالب مرشحا للدكتوراه إلا بعد أن يجتاز الاختبار الشامل، لأن هذه الجزئية هي جزئية مهمة جدا من تأهيله لكي يكون مرشحا. يا إخوان، طالب الاختبار الشامل أو طالب الدكتوراه حينما يتخرج يكون إما عضو هيئة التدريس أو يشغل منصب قيادي في 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 مؤسسة خاصة أو في مؤسسة عامة، ولذلك لا بد أن يكون ملم بأمور كثيرة تتعلق بتخصصه، فالاختبار الشامل يؤهله لكي يكون ملما بذلك. الجوانب التي يقيسها الاختبار الشامل جانبين، جانب معرفي وجانب فكري. الجانب المعرفي يهدف الاختبار الشامل إلى قياس المعارف التي لابد أن يعرفها طالب الدكتوراه، قياس مدى استيعاب الطالب المعارف في موضوعات تخصصه الفرعي والرئيسي. لابد أن يكون الطالب لديه حصيلة من المعلومات التي تؤهله لكي يكون مرشحا للدكتوراه. بطبيعة الحال المعلومات موجودة في الكتب، موجودة في الكتب على الورق، موجودة في الانترنت، موجودة في المصادر الإلكترونية، موجودة في كل مكان، موجودة على مستوى البصر، موجودة على مستوى السمع، موجودة على مستويات، لكن الآلة التي يستطيع الطالب أن يصل عن طريق إلى هذه المعلومات أيضا مهم أن يكون الطالب ملمًا به. فهذا الجانب الأول الذي يقيسه الاختبار الشامل هو الجانب المعرفي في تخصصه. الجانب الآخر وهو الجانب الفكري، فالمطلوب من الطالب أو الجانب الآخر الذي يقيسه الاختبار الشامل هو قياس مدى قدرة الطالب على التحليل والتأمل والمقارنة بين المفاهيم والأحداث، ومدى القدرة على الاستنتاج واقتراح الحلول المناسبة، ومدى القدرة على إدراك المستمر والمتغير في الأحداث والأفكار، وأيضا مدى القدرة على ربط الحوادث الحاضرة بالحوادث الماضية، وأيضا مدى القدرة على استشراف المستقبل من خلال المقارنة ومن خلال الاستنتاج ومن خلال الدراسات التي يقرأها الطالب. إذن هنا شيء فكري يقيسه الاختبار، هذا الطالب المؤهل لكي يكون مرشحا لدرجة الدكتوراه لابد أن يكون لديه قدرة على التحليل وقدرة على المقارنة وقدرة على الاستنتاج وقدرة على استخدام المعلومات الكثيرة التي اكتنزها لكي يستنتج، لكي يطور، لكي يخرج بآراء أخرى من خلال هذه المقارنات وهذه الاستنتاجات. هذا كله يعني قياس المعارف وقياس القدرات الفكرية ينعكس دائما في أسئلة الاختبار الشامل. الأسئلة التي
تقدم أو التي اجتازها الطالب لابد أن تكون مشتملة على قياس الفكرتين، قياس الموضوعين، الجانب المعرفي والجانب الفكري. وممكن أن تضرب أمثلة الحقيقة في هذا المجال، كيف يكون مثلا الوضع مثلا سؤال، أقرأ لكم سؤال من اختبار شامل عمل سنة 27. السؤال الأول: تشكل المدونات البريطانية مصدرا مهما من مصادر دراسة تاريخ شرق الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، تناول ثلاثة من تلك المدونات موضحا مدى أهميتها وموضوعيتها لرصد تاريخ المنطقة. لاحظوا يعني السؤال يشتمل على قياس المعارف التي حصل عليها الطالب، وأيضا جانب آخر يشتمل على قياس الجوانب الفكرية، الجوانب الآراء والتحليل والمقارنة التي يمكن أن يعملها الطالب للإجابة على مثل هذا السؤال. فالأسئلة لابد أن تعكس هذين الجانبين. قضية أخرى أختم بها دكتور، وهي قضية الإجابة. إجابة السؤال سواء كان تحريريا أو شفويا لابد أن تكون مناسبة لطالب دكتوراه، لابد أن تكون سليمة من الناحية اللغوية، من ناحية النحو، من ناحية الأسلوب، من ناحية اللغة بشكل عام، لابد أن تكون الإجابة مكتوبة بلغة واضحة، بلغة جيدة. لابد أن تكون الإجابة مشتملة، تتوفر فيها الدقة والوضوح وتجنب التعميم والمبالغة. لابد أن تكون الإجابة متسمة بالموضوعية والحياد وتجنب الإنشاء. أنا دائما أقول لطلابي وخاصة النساء منهم، الإجابة عبارة عن يعني طعام شهي، طعام جيد، لكن حينما تقدم هذا الطعام في إناء غير جيد، إناء أكرمكم الله متسخ أو مطعج أو مخروق أو فيه أي عيب، فإن هذا الطعام لا يمكن أن يستفاد منه. فاللغة هي الإناء التي تقدم فيها الإجابة، هي اللغة التي تقدم فيها الأفكار والمعلومات التي يقدمها الطالب. دائما أنتم طلاب دراسة عليا ومقدمون على أن تكونوا يعني مرشحين لدرجة الدكتوراه، لابد أن تكون لغاتكم جيدة من ناحية النحو والأسلوب، من ناحية الدقة في التعبير، من ناحية الوضوح في إيصال ما تريد إيصاله إلى الذي يقرأ هذه الإجابة، ومن ناحية الموضوعية والحياد وتجنب التعميم والإنشاء في إجابتك. المؤرخ يا أخوان هو محامي، أو ربما يكون قريبا من الفقيه القاضي. أنت تتحدث في أمور الناس، تتحدث في الشأن العام، تتحدث في يعني أمور الحكام والمحكومين، في أمور المجتمع، في أمور طوائف كثيرة، بعضهم حتى يتحدث في الأنساب وفي غير ذلك. ولذلك لابد أن تكون حذرا حينما تتحدث في أمور هؤلاء الناس. اللغة الجيدة، اللغة السليمة، والدقة في التعبير والموضوعية في طرح الموضوع، هذه مهمة في الحقيقة. حينما يقرأ المختبر، حينما يقرأ إجابتك، لابد أن ينظر إلى هذه الأمور ويقيمها، وعليها درجة الحقيقة في تقييم الاختبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر والتقدير للدكتور الأستاذ الدكتور عويض الجهني على هذه المساهمة القيمة. أنتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور حسين الشيخ ليتفضل بإلقاء مساهمتي عن آليات تنفيذ الاختبار الشامل. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث عن آلية الاختبار، بمعنى الشكل العملي للاختبار، طريقة التنفيذ، طريقة الأسئلة، طريقة التصحيح، النتيجة، كل ما يتعلق بالآلية
في تنفيذ الاختبار. طبعا زميل الدكتور عويدة الجهني غطى باقتدار مسألة الهدف من الاختبار حول قياس القدرات الفكرية للطالب، مع طبعا عدم إغفال الجانب المعرفي. وبالتالي اختصارا للوقت هدخل مباشرة في الموضوع. الاختبار الشامل بيتكون من شقين زي ما أغلبنا يعرف، الشق التحريري والشق الشفوي. الشق التحريري أيضا يتكون من شقين، التخصص الرئيسي والتخصص الفرعي، وغالبا التخصص الفرعي يكون التخصص الفرعي واحد والتخصص الفرعي اثنين. الشق الثاني هو الشق الشفوي، ويؤديه طالب بعد اجتيازه للشق التحريري. يعني المسألة تراكمية، يجتاز أولا طالب الشق التحريري في التخصص الرئيسي، ثم في التخصص الفرعي واحد، ثم التخصص الفرعي اثنين، وبذلك يصبح مؤهلا لاجتياز الشق الشفوي. موعد الاختبار دائما في الفترة من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع العاشر من أي فصل دراسي، سواء الفصل الأول أو الفصل الثاني، دائما ما يكون في الفترة من الأسبوع الرابع إلى الأسبوع العاشر. وواضح هنا الحكمة من الأسبوع العاشر، لأنه الاختبار نفسه بيستغرق من 3 أسابيع لأربع أسابيع علشان ينتهي، بحيث ينتهي دائما مع نهاية الفصل الدراسي. آلية الاختبار بقى، كيف يتم الاختبار؟ أول مرحلة هي تحديد الطالب لتخصصه الرئيسي، ثم التخصصات الفرعية. هنا الحقيقة بيجي دور المرشد الأكاديمي، إذا كان الطالب محتار أو في عنده بعض التشويش أو معلومات غير مكتملة، فقد يكون للمرشد الأكاديمي دور هام هنا في مساعدة الطالب على تحديد تخصصه الرئيسي وأيضا تخصصه الفرعي الأول وتخصصه الفرعي الثاني. يعني هنا حقيقة لا ننكر دور المرشد الأكاديمي في مساعدة الطالب، لأنه كتير من الطلبة بيبقى محتار في مسألة التخصص. حدد الطالب تخصصه الرئيسي والتخصص الفرعي بمساعدة المرشد الأكاديمي. نبتدي بقى في الإجراءات العملية. الإجراء العملي الأول إن الطالب يقدم طلب إلى رئيس القسم لإجراء الاختبار الشامل. أول خطوة بعد انتهائه من المقررات الدراسية لمرحلة الدكتوراه، وحتى ممكن قبل انتهائه من المقررات في حالة إذا كان الطالب جاهز، ممكن بعد انهائه الفصل من الفصول الدراسية يقدم. يعني فصل من الفصول الدراسية يعني معناه أنه أنهى 50% من متطلبات الدكتوراه، ففي الحالة دي ممكن يحق له ان هو يبتدي الاجراءات كمسألة توفير وقت، بحيث مع بداية الفصل اللي بعد كده يكون جاهز تماما للاختبار الشامل. يعني الحقيقة اللي بيحصل عمليا من الناحية الواقعية انه طالب بعد انتهاء متطلبات الدكتوراه بيبتدي مرحلة الاختبار الشامل، ويبدأها بطلب لرئيس القسم باجراء الاختبار الشامل. بعد تقديمه للطلب بيشكل القسم لجنة من 3 من الأساتذة والأساتذة المشاركين في التخصص الرئيسي للطالب، وأيضا في التخصصات الفرعية. وإذا كان هناك تخصص من التخصصات الفرعية غير متوافر بالقسم، فيمكن للقسم الاستعانة بأحد الأساتذة من خارج القسم، من قسم آخر، أو حتى من كلية أخرى. تشكلت اللجنة اللي هي من 3 أساتذة أو أساتذة مشاركين، بس بيشترط أن يكون فيها أستاذ على الأقل. اللجنة لازم يكون فيها على الأقل أستاذ، والباقي ممكن يكونوا أساتذة أو أساتذة مشاركين. تم تشكيل اللجنة، بتجتمع اللجنة لتحديد التكليفات التي سوف يقوم بها الطالب في التخصص الرئيسي والتخصص الفرعي واحد واثنين. أول اجتماع للجنة
تجتمع لتحديد ما سوف يكلف به الطالب في تخصصه الرئيسي وفي التخصصات الفرعية. يعني عشان يبقى كلامنا عملي وتطبيقي، عندي هنا محضر اجتماع لجنة الامتحان الشامل للطالب، يعني مش مهم نقول الاسم. وافق مجلس قسم التاريخ بجلسته كذا في تاريخ كذا على تشكيل لجنة الامتحان الشامل لطالب الدكتوراه فلان على النحو التالي: أستاذ دكتور عبد الله عبد الجبار. أنا جبت طبعا من تخصصي من التاريخ القديم: أستاذ دكتور عبد الله عبد الجبار تخصص رئيسي مقررا، أستاذ دكتور حسين أحمد الشيخ تخصص فرعي واحد عضوا، أستاذ دكتور عبد الله الشارخ تخصص فرعي اثنين عضوا. اجتمعت اللجنة في 10 صباح كذا لتحديد ما يكلف به الطالب، وانتهت إلى التالي: فيما يخص التخصص الرئيسي اللي هو تاريخ الجزيرة العربية القديم، تم تكليف الطالب بدراسة كذا، وعندي قائمة بخمس مراجع. ثانيا: فيما يخص التخصص الفرعي واحد اللي هو تجارة الجزيرة العربية وأثرها على الحياة السياسية والاجتماعية، تم تكليف الطالب بدراسة كذا، وقائمة بأربع مراجع. فيما يخص التخصص الفرعي اثنين اللي هو تاريخ الجزيرة العربية خلال العصور الحجرية، وانا اخترت ده بالتحديد لانه تم الاستعانة باستاذ من خارج القسم من قسم الاثار، لانه ما كانش عندنا حد مختص في العصور الحجرية، تم تكليف الطالب بدراسة التالي، وقائمة باربع مراجع. اذا التخصص الرئيسي في قائمة بخمس مراجع، تخصص الفرعي واحد في قائمة باربع مراجع، تخصص الفرعي اثنين في قائمة باربع مراجع اخرى. دي المرحلة الأولى أو أول اجتماع للجنة اللي بتحدد فيه التكليفات التي سوف يقوم بها الطالب في التخصص الرئيسي والتخصص الفرعي واحد واثنين. خلصنا من المرحلة دي، نخش على المرحلة اللي بعدها، إنه اللجنة بتجتمع لوضع أسئلة، نفس اللجنة تجتمع لوضع أسئلة الشق التحريري من الاختبار الشامل. والهدف هنا انه الاختبار يغطي التخصص الرئيسي والفرعي في اطار عام يحقق الهدف من الاختبار الشامل، اللي هو نرجع مرة تانية انه الاسئلة تغطي الجانب الفكري اولا. ده طالب دكتوراه، مش هسأله متى استطاع الملك عبد العزيز دخول الرياض مثلا، ده طالب دكتوراه، انما اساله عن الجوانب الفكريه التي التي من خلالها يقوم بتحليل الحدث التاريخي اللي هو دخول الملك عبد العزيز للرياض، واستنتاج ما يستتبع ذلك ورايه الشخصي في ذلك. فهنا طبعا ده مع عدم اهمال الجانب المعرفي، يعني مش معنى كده ان احنا هنهمل الجانب المعرفي، لكن الاساس هو قياس المقدرة الفكرية للطالب على التحليل والاستنتاج والتوصل الى رأي محدد. فبتجتمع اللجنة لوضع الاسئلة في هذا الاطار، ثم يؤدي الطالب الاختبار التحريري اولا في التخصص الرئيسي لمدة 5 ساعات. المدة طويلة شوية، بس حسب اللائحة هي الحد الأدنى للاختبار 5 ساعات. بعدها أو في خلال أسبوع حسب ما اللجنة تحدد الميعاد، يؤدي الطالب الاختبار الثاني، التخصص الفرعي واحد والتخصص الفرعي اثنين، لمدة 6 ساعات، 3 ساعات لكل اختبار. تخصص الفرعي واحد 3 ساعات، تخصص الفرعي اثنين 3 ساعات، الاثنين في يوم واحد على فكرة لمدة 6 ساعات. فيبقى عندي الاختبار التحريري الاول اللي هو الاختبار في التخصص الرئيسي لمدة 5 ساعات، بعدها في خلال اسبوع، يعني سواء 4 5 ايام لغاية اسبوع، يؤدي الطالب الاختبار التحريري الثاني في التخصص الفرعي، التخصصين
الفرعيين لمدة 3 ساعات لكل اختبار. المرحلة التالية بعد كده بتجتمع اللجنة لتقييم إجابات الطالب، وإذا رأت أنه قد اجتاز الاختبار التحريري تحدد له موعدا لإجراء الاختبار الشفوي خلال بحد أقصى 2 أسبوع من تاريخ الاختبار التحريري. يعني خلال 2 أسبوع بعد انتهاء الاختبار التحريري يؤدي الطالب الاختبار الشفوي إذا رأت اللجنة أنه قد اجتاز الاختبار التحريري. ملحوظة هنا، حسب قرار مجلس القسم في جلسته 16 بتاريخ 1/4/1424 في شأن إجراءات وضوابط الدراسات العليا، فمطلوب من الطالب تحقيق 75% من الدرجة حتى يجتاز الاختبار التحريري. مطلوب منه 75% من الدرجة عشان يعتبر ناجح في الاختبار التحريري، وبالتالي يحق له دخول الاختبار الشفوي. الاجتماع الأخير للجنة، تجتمع اللجنة للمرة الثالثة بقى لإجراء الاختبار الشفوي، وإذا رأت أن الطالب قد اجتاز هذا الاختبار يصبح الطالب مؤهلا للتسجيل لدرجة الدكتوراه. وبرضو كتطبيق عملي، محضر اجتماع آخر انه اجتمعت اللجنه وحضر الطالب في الامتحان التحريري الشامل، التخصص الرئيسي ثم التخصص الفرعي الى اخره لغايه ما نوصل للجزء الاخير. حضر الطالب الامتحان الشفوي الشامل في الموعد المحدد من قبل وهو كذا في الساعة 10 صباحا، وطرح هنا النقطه بقى، وطرح كل عضو من لجنه الامتحان كل في تخصصه مجموعه من الاسئله على الطالب، وكانت إجابات الطالب جيدة وعلى المستوى المطلوب، وقد أجمع أعضاء اللجنة على أن الطالب بذلك يكون قد اجتاز الامتحان الشفوي بنجاح، وعلى هذا يكون طالب الدكتوراه فلان ورقمه جامعي كذا قد اجتاز الامتحان الشامل للدكتوراه بشقيه التحريري والشفوي بنجاح. فكده دي المرحلة الأخيرة اللي هي الاختبار الشفوي. بيتبقى جزئية صغيرة وهي ملاحظة كنا لاحظناها في اجتماعنا مع الزملاء دكتور رويضة ودكتور ليلابي، انه احيانا في بيحدث تفاوت في بعض بين بعض الأساتذة. بعض الأساتذة بيكلفوا الطالب مثلا في تخصص رئيسي بثمان كتب او ست كتب، يعني ست مراجع او ست كتب او ثمانية. بعض التخصص الفرعي واحد، تخصص الفرعي اثنين، احيانا نلاقي الطالب مكلف هنا بخمس كتب وهنا بثلاث كتب. فمجرد اقتراح وهو انه يحدث كومبرومايز او موائمة بين جميع التخصصات، بحيث مثلا كاقتراح انه بالنسبة للتخصص الرئيسي يكلف الطالب بدراسة عدد من 5 إلى 6 مراجع مثلا، في التخصصات الفرعية يكلف بدراسة من 4 لـ5 او من 3 لـ4 حسب ما يرى الاساتذة. وايضا اقتراح اخر انه حيث ان التخصصات الرئيسية والفرعية لم تحدث في القسم منذ 1424 10 سنوات حتى الان لم تحدث التخصصات الرئيسية والفرعية، وفي ضوء اللائحة الجديدة اقترح تحديث هذه التخصصات بإضافة بعض التخصصات الجديدة الموجودة في اللائحة الجديدة فيما يخصني في التاريخ القديم. فأنا أقترح إضافة تخصص الشرق الأقصى القديم، وأيضا إضافة مادة تاريخ الحضارات العام لتخصص التاريخ القديم، وطبعا أسيب التخصص التاريخ الإسلامي والحديث والمعاصر لأساتذتنا يقدروا يضيفوا ما يروه في ضوء اللائحة الجديدة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا دكتور حسين الشيخ. الواقع هي الغاية من هذه الحلقة أمران. الأول هو مراجعة قواعد الاختبار الشامل الذي وضعته الجامعة، وإذا لاحظنا عليه ولزلنا الآن، إذا لكم ملاحظات عليه أو لنا ملاحظات عليه نسعى إلى تطويره وتعديله بحيث يتوافق. والأمر الثاني مثل ما تفضل الدكتور حسين هو الإجراءات داخل القسم، أيضا إذا ممكن نطورها هذا الأمر. أنا لم يبقى لشيء كثير من الأخوان، إنما اخترت عندما أخذوا هذا أن أتعرض لبعض تجارب الجامعات الأخرى، وهذا يحتاج إلى وقت كثير، ولكنني عملت بحدود ما استطعت من الوقت بذلك. دخلت على مواقع كثير من الجامعات واطلعت عليها، لكنه ليس من السهولة بأن أطبعها وأترجمها وأقرأها، لكنه عملت ما أمكن الوقت عمله. من هذه الأشياء التي عملتها أخذت جامعتين، ليس بالضرورة أن هناك أسباب لماذا اخترتهما، وهما جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة بيتسبيرغ. كذلك طلعت على جامعة ميغيل في كندا وغيرها، طلعت على جامعات كثيرة. لكن أقرأ قد لا يكون في شيء جديد بالنسبة لي، لأن ترجمت حتى الساعة 10 مساء بالنسبة لليل، كان عندي اجتماع ولما طلعت، اللي هي جامعة كولومبيا البريطانية. أولا متطلبات الجامعة اللي تتضمن الدراسة لبرنامج الدكتوراه، متطلبات الحد الأدنى وهي المقررات الدراسية، وهذا يقرر لها سنتين، والاختبارات الشاملة، ومتطلب اللغة والرسالة. طبعا اللغة تعرفون الأخوان اللي درسوا في أمريكا أن اللغة غير اللغة الإنجليزية، وبالتالي كتابة الرسالة. أنتقل للاختبار الشامل. وعى الطالب أن ينهي اختبارين تحريرين، أحدهما يقوم على المنطقة الجغرافية إيريا، والحقبة التاريخية بيريد، يعني based on the area أو based in the period. اللي هو هذا الاختبار يجمع، معنى أنه اختبار تحريري وقصدي فرعي واحد ورئيسي واحد، ويقول يجوز أنه يصير اثنين الفرعيين، ولكنه يجمع يعني في واحد من الفرعيات اللي هو الإيريا والبيريد، اللي الفترة الزمنية والحقبة والمنطقة الجغرافية. وثيماتيك اللي هو الموضوع، هذا موضوع التخصص، ولا يكون بالاقتصاد، يكون بالسياسة، يكون بأي شيء التعليم. يقول في حالات استثنائية يكون هناك تخصص رئيس واحد وتخصصان فرعيان، يعني على خلاف ذلك. التخصص الموضوعي ثيماتيك فيلد يجب أن يكون مجموعات القسم الموضوعية، اللي هي مثل الموضوعات اللي عندنا اللي يسمونها ثيماتيك كلاسترز، اللي هي واضع موضوعات وتغر منها مثل ما هو لدينا. يقول الاختبار يقيس قدرة الاستيعاب المعرفي المرشح، القضايا المتعلقة بفهم تطور الكتابة التاريخية المركزية والمفاهيم النظرية للتخصص. يتفق أعضاء لجنة الاختبار مع المرشح مسبقا، وهذه تختلف عنها، الاتفاق مع المرشح على الكتب بيبليوغرافي التي سوف تؤخذ منها أسئلة الاختبار. على الطالب التشاور مع لجنة الاختبار للاتفاق النهائي على قائمة الكتب. وكدليل إرشادي تقريبي للإعداد المتوقع، يقرأ المرشح بصفة عامة ما يقارب من 80 إلى 100 كتاب ومقالة في التخصص. يقول equivalent from 80 to 100 مقالة، كتاب ومقالة. على طالب الدكتوراه يؤدي اختبارين خارج فصل الدراسة، هي فصل الدراسة قد تكون جديدة، اللي هوم اكزام، يعني معنى يأخذها لمدة أسبوع ويختبر فيها. الهوم اكزام معنى لا تجلس لها في مكان واحد. هذا أتحدث عن جامعة كولومبيا البريطانية، لكن تختلف جامعات أخرى اختلاف كلي في كل الجامعات، وبالتالي في فروق. الهوم اكزام تأخذه أسبوع تجيب عليه وتأتي به، كل تخصص في خلال مدة أسبوعين. وإذا هناك تخصص ثالث يؤدي الطالب التخصصين الفرعيين في أسبوع والتخصص الرئيسي في أسبوع. يجب أن لا تزيد كلمات الاختبار الشامل يقصد الإجابة عن 10,000 كلمة في البحث محدد بالكلمات. يؤدي الطالب الاختبار الشفهي في الأسبوع التالي لأداء الاختبار التحريري، ويكون مؤسسا بصفة الرئيسة على اختباره التحريري، بمعنى نفس الموضوعات، يعني يسأل من الموضوعات يسأل منها.
كل الأسئلة المطروحة في الاختبار التحريري تكون موضوعا للنقاش في الاختبار الشفهي. أسئلة أخرى طبعا خارج الاختبار التحريري ذات علاقة بقائمة الكتب المقررة اللي قلنا من 80 إلى 100 ممكن يسأل منها على الطالب في حقل التخصص. يمكن توقع طرحها على الطالب، يعني ممكن سؤال من الكتب الببليوغرافية أو القائمة اللي أعطيت له. مدة الاختبار الشفهي 3 ساعات. يحصل الطالب في الاختبار التحريري والاختبار الشفهي على تقدير اجتاز أو لم يجتاز، يعني فقط. نجي على التجربة الثانية، كل عضو من لجنة الاختبار ورئيس اللجنة يحصلون على نسخ من الاختبار ويقرؤون كل الإجابات المكتوبة. الطالب الذي يرسل في الاختبار التحريري والشفوي في كل الحقول عليه إعادة الاختبار أو الشفوي، آسف. لا يجوز أن تستبدل التخصصات ولا أعضاء اللجنة، يعني عند عيادة الاختبار، يعني نفس الموضوعات ونفس الأساتذة، لكن الطالب يحصل على اختبار جديد. يمكن للطالب الالتقاء باللجنة لمراجعة الاختبار. يمكن للطالب إعادة الاختبار بعد شهرين، لكن عليه تأتيته في فترة الاختبارات العامة التالية. الاختبارات هي محددة ما تحدد، يعني في الآن نأتي يمكن من جامعة بيتسبرغ تأتي، لأنه في شهرين معددة في هذا الشهر أو في الشهر الثاني. يسمح للطالب بعد الاختبار الشهر مرة واحدة وسوف ينسحب أو ينسى يعني من برنامج الدكتوراه في حال فشل المرة الثانية في اختبار تخصص أو أكثر. يعقد الاختبار الشامل لبرنامج الدكتوراه مرتين في العام في شهر سبتمبر وشهر مارس. يتوقع أن ينهي الطالب اختباره الشامل خلال 24 شهرا من تسجيله الأولي initial registration، يعني بعد 24 من تسجيله ببرنامج الدكتوراه. الطالب الذي لم يتقدم خلال 36 شهر من تسجيله الأولي عليه الانسحاب من البرنامج. السماح بمد هذه الفترة تعود لعميد الدراسات العليا بسبب ظروف استثنائية. عودي هذه الأسماء ما ترجمتها اللي ما لحقت، اللي هي جامعة بيتسبرغ، تختلف شوية. أول يتحدث يقول هناك سنتين، هنا يقول 48 credits اللي هي 48 ساعة مقررة يخلصها، هذا اللي هي المقررات. طلاب الماجستير من خارج الجامعة عليهم أن يأخذوا اختبار preliminary exam، وهذا مو عندنا طبعا الطلاب، لكن طلابهم يعفونهم ما يأخذون هذا الاختبار. حنا نختبر طلابنا وغير طلابنا كلهم دخلهم مع بعض. المهم يقول نأتي الكومبرهنسيف اكزام، على اي حال هو ساعة البرينوم اكزام نأتي بيش دي. طبعا يشرح فيه، لكنه في الطلاب الطالب يعمل مع لجنة الاختبار ايوه في لاعداد الموضوع اللي هو ثيماتيك فيل الموضوع، وبعدين معطي امثله. يقول اتلانتيك هيستوري اللي هو تاريخ منطقه الاطلسي، باور اند انيكواليتي السلطه وعدم المساواه، تكست اند كونتكست النصوص او الكتب والسياقات، وورلد هيستوري بالتاريخ العالمي، يعني هذه من الموضوعات التي تؤخذ، والريجنال فيلد اللي هناك يقول لها ايريا، هنا يقول ريجنال فيلد، يقول ايشيا، يوروب، لاتين امريكا اند يونايتد ستيتس. سبيشلايزد ديزرتيشن ريليتد فيلد ستودنتس ار هي اكفي الكوميتي على اي حال اظن هذه، لكن ريتن ايساي ستودنت ويل ورك وذ ذا فاكولتي نفس الشيء عيدها. المهم هنا القائمة تأتي، يعني كل تخصص ما بين 50 و 40، هناك أعطى الجملة 80 إلى 100 الكتب، هنا يعطيها. طبعا الاختبار الرئيس يعطيها أكثر، والاختبارات الفرعية بين 50 و 40. هناك يعطي كل اجتاز أو يعني pass or fail، هنا لا يعطي مثل هاي باس اللي هو لا ديستينكشن اللي هو التميز، اجتياز عالي، اجتياز او رسوب بالنسبه لي او رسوب. على حال هي طويلة، والجامعات تختلف، يعني بعضها تعطي الاختبار أيضا، يعني ذكرنا تيك هوم اكزام اللي هو اختبار خارج الفصل يعني ياخذ فيه، بعضها تعطيك 8 ساعات وتأتي
تأتي وبعدين يقدمون لك بسط النهار بيتزا، ومن حقك أن تجيب لك شراب يعني أكل أو شيء معك، ويعطونك لابتوب يعني ما تجيب على أساس أنه مثلا يمكن اللابتوب حقك فيه بحث جاهز، فيعطونكم اللابتوب وتجلس 8 ساعات هذا الاختبار الرئيس في مكان واحد بس، يعني تطلع وترتاح شوي وتجي اللي دخل يدخل يطلع كذا. لكن هذا فمجيل يونيفرستي اللي بكندا تعطي يعني بحث من 30 صفحة ويصير منه التحريري والشفوي، يعني تختبر فيه تكتبه هذا وأيضا نختبره. يعني في تفاوت كبير بين الجامعات في أشياء متفقة، يعني الأسس الظاهرة والأطر متفقين عليها، لكن داخل هذه الأطر في اختلافات يعني متعددة. يعني هذا جزء من اللي استطعت لأنه لم يسمح لي الوقت كثيرا. الآن أفتح المجال ربما رأيته لمن مر بالتجربة من طلابنا وطالباتنا، والآن هم أعضاء هيئة التدريس بعضهم لم يعودوا طلابا لكنهم سوف يفيدون من تجربتهم على الأقل الجوانب السلبية فيها. فأفتح المجال إذا أحد يريد سواء من الجانب النسائي أو من الجانب الرجالي، فننتظر منهم ما يتفضلون به. دكتور خالد. بداية أتوجه بالشكر للأساتذة الكرام على هذه الجلسة العلمية المثمرة، وأحسب أنها الأولى من نوعها في تاريخ قسم التاريخ حسب ما أتوقع. ملاحظتي يعني استفدنا بطبيعة الحال مما ذكر، وهناك توصيات أعتقد أن لجنة الدراسات العليا عليها أن تأخذ بالاعتبار وسجلت مثل هذه التوصيات. وعلق على ما ذكره أستاذ الدكتور عويضة، أشار إلى أن الاختبار الشامل ربما يفهم منه أنه استكمال لما قد يكون أو لما عسى أن يقع من نقص في التكوين العلمي للطالب. طبعا هذا فهم يعني صحيح بالتأكيد، ولكن ربما يفهم أيضا فهم آخر، وهو أن الاختبار الشامل ما هو إلا تأهيل للطالب والتثبت من مدى صلاحية الطالب في أدوات التحليل والتأمل والاستنتاج حتى يتمكن من خوض كتابة رسالة العلمية باقتدار. ربما يفهم الاختبار الشامل من هذه الناحية. بمعنى آخر، يجب أن نكون متأكدين أن الطالب في الحقيقة جاهز فكريا وجاهز معرفيا للاختبار الشامل، وبالتالي لجنة الاختبار الشامل توجه الطالب ليكون هناك ارتباط قوي ما بين الكتب التي قررت على الطالب وما بين موضوع الرسالة. الملاحظة الآن حسب انطباعي أنا أن هناك انفصام ما بين الأشياء التي درسها الطالب في الاختبار الشامل، ثم يفاجئك الطالب بتسجيل موضوع مختلف تماما، موضوع أو على الأقل يعني أنا لا أعمم بطبيعة الحال ربما في تجارب يعني لا تؤيد النظرة التي يطرحها، ولكن أنا متأكد أن هناك حالات وبعضها مرت علي شخصيا من الطلاب ومن الطالبات يسجلون موضوعات مختلفة تماما أو يقترحون موضوعات مختلفة تماما عما قرر عليهم في الاختبار الشامل، وهذا يصيبك بشيء الحقيقة من خيبة الأمل. أنت تشعر أن الطالب في الحالة هذه ما أخذ شيء، ما استفاد شيء. يتعلق أيضا بهذه النظرة وبهذه الملحوظة فكرة التخصصات الفرعية التي أراها، ما أراها الآن وما أسجله الآن، أن فكرة التخصص الفرعي طبعا هي مهمة لكنها غير واضحة بما يكفي، ليس لها ارتباط أيضا بما يكفي في الموضوع الرئيسي الذي سيدرسه الطالب كرسالة دكتوراه. يعني نفهم مثلا أن الطالب ربما إذا كان يدرس موضوع في التاريخ الاجتماعي عليه أنه يأخذ تخصص فرعي من خارج القسم تحديدا في الدراسات الاجتماعية. مثل هذه الممارسات الآن لا أجدها، لا أراها، وما أعرف أنا ما هو السبب. يعني أنا لاحظ أنه كثير من الطلاب ربما يعني يعذرني بعض الطلاب، ويمكن إحنا أين ضصرنا يعني قبلهم في مثل هذه المرحلة، قد يفكر بشخصية الأستاذ قبل أن يفكر بالموضوع الفرعي ويختار شخصية الأستاذ الممتحن، وأنا أعتقد أنه هذا يعني خطأ علمي كبير. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر اللجنة الموقرة على اختيار هذا الموضوع، وأيضا نفس الفكرة الخاصة بضرورة أن يرتبط بالتخصص الدقيق، يعني يكون هناك ارتباط بالتخصص الدقيق. عندما يسجل الطالب في البداية يجب أن يسجل التخصص الدقيق، ثم يرتبط ذلك مع التخصص الرئيسي الذي يختاره. كذلك بالنسبة للتخصصين الفرعيين أعتقد أنه يجب أن يكون أيضا متسقا مع التخصص الرئيسي. بمعنى مثلا إذا اختار التخصص الرئيسي تاريخ مصر المملوكية، التخصص الفرعي مثلا الحركة العلمية تكون في العصر المملوكي، الجانب الاقتصادي يكون في العصر المملوكي، بحيث يكون هناك تصور شامل بالنسبة لهذه الفترة
مع التخصصين الفرعيين. هذا أيضا ينقلنا إلى مسألة تحديد المراجع والتي أشار إليها الزميل الأستاذ الدكتور حسين الشيخ وضرورة تحديدها، لأن هناك تفاوت فعلا بالنسبة لتكليف الطلاب. خلال خبراتي السابقة أجد أن هناك بعض الطلاب مثلا يكلف بعدد كبير من المراجع، بينما الطلاب آخرون يكلفوا بعدد أقل. فالاقتراح في هذا الجانب أن تكون هناك قائمة موحدة لكل تخصص يتم الاختيار منها، وتكون بعدد محدد، وتحدث هذه القائمة كل فترة حسب ما يستجد من مراجع في هذا الجانب، فيكون هناك عدالة في الاختيار. أيضا ربما يكون هناك تكليف للطالب بعمل مثلا بحث مرجعي عما كتب في هذا الجانب في التخصص الرئيسي من أحدث مراجع أو أشياء صدرت في هذا الجانب، فبالتالي نحفز الطالب على أن يطلع على ما أحدث ما توصل إليه أو ما صدر في هذا الجانب، وبالتالي يكون محفز له على أن يكون هناك جزء سيكون معلوما بالنسبة لديه ولا يكون مجهولا بالنسبة عندما يتم اختياره، ويكون جزء من التقييم. فده اقتراح آخر بالنسبة لهذا الجانب. مسألة أيضا تحديد موعد الاختبار بيكون فيها تفاوت، فإذا الطالب مثلا سجل في الفصل الأول من السنة ثم يأتي الفصل الثاني بيتقدم في الفصل الثاني، وبالتالي يكون عنده فترة الصيف يعني تساعده في القراءة ولا تحسب له، بينما إذا الطالب سجل في الفصل الثاني وإذا جاء في الفصل الأول فلا يكون هناك عنده فرصة. فهذه مسألة أيضا يكون فيها تفاوت، يجب أن يكون هناك بحث بالنسبة للطالب حتى يكون هناك أيضا جانب العدالة في هذا الجانب المهم. النقطة الأهم في هذا السيمينار، كنت أود أن يكون هناك مثلا عمل استبانة توزع على الطلاب من دخل هذا الاختبار ومن يستعد له، بحيث نستطلع آرائهم فيما يتعلق الأسئلة اللي كلفوا بها، الموضوعات التي تم تكلفهم بها، آراء الطلاب في هذا الجانب، لأن سماع آراء الطلاب مهمة جدا. يعني نحن نعطي النصائح ولا نجد من يعني الطرف الآخر أو من الجانب الآخر تجاوب في هذا الجانب، وهو الذي يهم عضو هيئة التدريس أن يستمع به. أيضا مسألة اطلاع الطالب على الاختبارات السابقة، أعتقد لا يوجد هناك سجل بالنسبة للأسئلة التي عملت في الاختبارات السابقة، اختبارات كثيرة جدا شاملة. يعني اقترح من الآن يكون هناك سجل بالأسئلة التي تتم في هذه الاختبارات، بحيث أن الطالب في كل تخصص ربما يطلع على أسئلة سابقة ويكون لديه خبرة أو فكرة عن الأسئلة التي طرحت في الاختبارات السابقة. يعني هذه بعض الأشياء أو المقترحات التي يعني أقترحها في هذا الجانب، وشكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور عبد الله. بسم الله الرحمن، شكرا. وأعدك دكتور حسين يسوي جزء لأني مطوع دائما خطيب صار جنب الشيخ فهو يعود إلى مكانه الطبيعي. شكرا على اختيار هذا الموضوع الجيد الحقيقة والمهم، لكن في رأيي أن النظام في جامعة الملك سعود جمع بين النظامين البريطاني والأمريكي، فهو أخذ من النظامين، ويعني ربما اقتراح ما دمنا في يعني وقت الاقتراح، هو الحقيقة هو ترجمة للإنجليزية وهو qualifying exam، وهو يعني في رأينا يكون اختبار تأهيلي وفي رأيها أدق شامل. لماذا؟ هل شامل لكل شيء؟ هو لا qualifying، هو qualifying يؤهلك لكتابة والتخصص في هذا الحقل. أنا فيه نقطة ودي أشير إليها الحقيقة، وهي قضية التخصصات الفرعية. التخصصات الفرعية مهمة جدا، خاصة لمن يريد أن يلتحق بسلك التعليم في الجامعة. أنا في رأيي هذا مهم جدا، وبما أني يعني تخرجت من المدارس الأمريكية، ففي بعض المدارس الأمريكية هناك ثلاث تخصصات بالإضافة إلى التخصص الرئيس، فهي الحقيقة تعطي الطالب وأستاذ المستقبل يعني إعداد أكبر في تدريس يعني مواد ليست بالضرورة من نفس التخصص، قد تأتي من تخصصات أخرى.
نقطة ربما أخرى وهي قضية الإعداد الاختبار الشامل. أنا رأيي عندنا إشكالية في هذه، وبعض الجامعات تجربتها مهمة في هذا الجانب، وهو عندهم ما يسمى بالدراسات أو القراءات المباشرة، وهو أن يسجل الطالب في أثناء فترة الاختبار الإعداد الشامل مع أستاذ معين يقرأ معه قراءات تعده للاختبار الشامل، سواء كان في التخصص الفرعي أو التخصص الرئيس. الذي يجب أن يكون في الحسبان دائما مثل ما تفضل الدكتور خالد، هو أن يكون هذا التخصص والقراءات التي يقرأ فيها الطالب والمراجع والمصادر هي تخدم أطروحته فيما بعد، وليس تكون بانعزال عنها، لأن هذا يسهل كثيرا للطالب. نقطة أخيرة وهي أن اختلف مع الدكتور حسين، يعني في اختلاف بين الجامعات واختلاف حتى في ربما في القسم، وربما بعض الزملاء يشاطني هذا الرأي، وهو عدم تخصيص كتب بل تخصيص موضوعات. الطالب مطلوب منه موضوعات معينة يحددها مع مشرفه لتغطيتها من مصادر ومراجع، بحيث أن يعني تستطيع أن تسأل بسؤال يعني فيه نوع من الشمولية. وهذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور بندر. حقيقة أشكر أساتذتنا الأربعة معلومات مفيدة إن شاء الله تحقق الهدف من هذا اللقاء، هو تقديم دعم لطلاب الدكتوراه ومساعدتهم في اجتياز الاختبار إن شاء الله. الحقيقة لعلنا لا نهول، أنا كثيرا تقديم الدعم والتهويل للتهويد بهذه المعلومات. هو الحقيقة اختبار الشامل بتحدث بكوني طالب وقريب عهد بالدراسة، كثير من الطلاب ولا استشعر منهم باللقاءات الجانبية نتحدث، هو هاجس كبير يعني حوله ضبابية كثيرة ومخيفة، ولعله أتى مثل ما تفضل دكتور عويضة بالشمولية وكلمة اختبار وارتباطه بأمر مصيري اللي لا بد من الطالب أن يجتازه أو لا يجتازه، ودخول هذه التجربة مخيفة يترتب عليها أنه يحصل على شهادة. فوضحوا من جانب القسم من ناحية الرسمية ما هو الهدف من هذا الاختبار، الجانب المعرفي والجانب الفكري. الجانب الفكري صعب أنك تستعد له، أن هذا على مسيرة طويلة ويبدو أن الجميع إن شاء الله أنها موجودة لديه، لكن الجانب المعرفي من المحاور التي تحددت مع الأساتذة هي التي لابد أن تركز عليها وتنمي هذه المعلومات لديك، لأن هي رصيدك. أما الجانب التحريري فهو أنت أدوات تمتلكها توظف فيها المعلومات هذه، لا تستطيع أن تحلل ما لم تملك المادة الخام الأساسية المعرفية. فهو الآن هو مثل ما تفضل دكتور عبد الله طوع اختبار تأهيل، إذا اجتزته أنت تستطيع مؤهل لتقديم الرسالة والحصول على درجة الدكتوراه، وإذا أخفقت يعني لقدر الله. فلذلك هو أنت الآن لابد أنك تقنع من يختبرك، ما هو أنك تختبر الآن معلومات لابد يعني، وهذه مشكلة. الوضوح جدا مطلوب منك، يعني المعلومات اللي لديك لابد أن تسوقها بصورة واضحة ومترابطة ومتتابعة على بعضها بصورة منطقية لتقنع من يختبرك بأنك مؤهل ولديك الخبرات والأدوات لتأهلك لكتابة الرسالة. يعني فلذلك لا تكون إجابات مختصة، وفيه من يعني هذه الفكرة شوشت على البعض وقدم معلومات جيدة وكاملة، لكن ما هو الهدف منك الجانب المعرفي المعلومات هو مطلوب منك كيف تحللها وكيف توظفها. فلا بد أن تقنع، يعني لا بد تستحضر أنك أنت تقنع الآخرين بما تقدمه وتسوقه وتوضح له أنك تمتلك الأدوات التي تؤهلك اليوم. لذلك لا بد أن تأخذ وقتك في الكتابة وتكون واضح ومترابط، يعني ممكن تأخذ وقت لا يقل عن ربع ساعة ترتب أفكارك وتنظمها، وبعد ذلك المادة اللي قرأتها في الكتب الآن أتى الوقت لتنظمها وترتبها بأدواتك بعرض منطقي وواضح يجعل الآخرين يقتنعون أنك لديك الخبرات الكافية لدخول تجربة الرسالة والحصول على الشهادة. شكرا دكتور بندر. الزميلات أي مداخلة؟ محمد.
محمد وبنت أنت وحديث عهد بتجربة مريتوا فيها ولا لم ليس بعد؟ طيب ما هي أراءكم الآن؟ ما أراءكم محمد الآن؟ أنت تخوض التجربة. أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني شيء جميل جدا أحضرنا يعني هذا النقاش وفعلا فتحنا حقا في موضوع السلام. وبالتالي يعني يمكن أنا والأخ جار الله كنت أكذب ليلا ونهارا ونحن نقرأ ما لي حقيقة يعني كمية الكتب اللي أخذناها مقارنة بالفترة الزمنية نخوض تجربة الآن وبالتالي كلامنا قد يكون صحيح أو مردود علينا يعني نشعر أنها أكبر من قدرتنا حقيقة مقارنة بالوقت الزمن اللي مطروح أمامنا. الأمر الآخر فعلا كنا نقرأ ولا عندنا وضوح في الرؤية نقرأ كل شيء يمر على أيدينا يعني أحيانا في جزئيات أنا أقرأ لكني أتخوف حقيقة الجزئية هذه ممكن أطالب فيها فبالتالي ندخل في تفاصيل التفاصيل فأتعبت الحقيقة عملية استهلاك المادة العلمية كاملة ومحاولة هضمها واستيعابها. ما فهمت من أساتذتنا الكرام أنكم تقولون التركيز يعني فيما فهمت الآن حقيقة على الخطوط العريضة تقريبا في المادة العلمية وعلى ضوء ذلك تدخل الآن فيما فهمنا في الجانب التحليلي ومحاولة مثل ما قال أيضا الأستاذ جزاه الله خير والدكتور فيما يتعلق مسألة إقناع من سيقرأ لك أنك فكرتك الآن حقيقة تستحق أن تقرأ يعني. فأنا لا أستطيع أني أضيف شيء لكني أنا حقيقة جئت مستمع وفعلا دونت يعني بعض الأفكار اللي أنا استفدت منها بإذن الله عز وجل ولا لسنا عن الاختبار يعني ببعيد. نسأل الله عز وجل التوفيق. توفيق. جار الله أي إضافة؟ ما عندك ذا أي أحد من اللي عنده إضافة من الأخوان الزميلات؟ إذا نختم يلا اتفضل دكتور. دكتور عبد الرحمن الأحمري رئيس القسم. شكرا كبير لنا على هذه المعلومات وإعادة تحديثها. الحقيقة يعني ما ذكرت ناحية تحديث المحاور الرئيسية والفرعية والواقع الطالب عندما يلتحق بالبرنامج لابد أن يحدد الاتجاه الذي سيكتب فيه على الأقل يعني يكون عنده تصور لأن يعني من هذا التصور عن المرحلة أو المنطقة الجغرافية التي ستكتب فيها على ضوءها تبدأ في اختيار المحور الرئيسي والمحور الفرعي وأيضا طبيعة الموضوع الذي يعني تميل إليه هل هو في النواحي العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية يعني وضع التصور أيضا حتى من خلال البحوث التي تلقى أو يعني تكلف بها الطالب خلال مرحلة الدكتوراه هذه كلها أيضا يعني مؤهلات لتحديد هذا المحور الرئيسي والمحور الفرعي. يعني ما ذكر حول إقناع من يقرأ الإجابة بمدى يعني ليس الهدف فقط يعني معلومات موجودة هي في الكتب لكن أيضا كيف استخدمت المعلومات وكيف عرضت المعلومات وكيف أيضا أعدت تحليلها أنت تقرأ في أكثر من مرجع وأيضا يعني أضيف أن الكتب ليست فقط يعني فيما ذكر الدكتور عبد العزيز أن هناك بحوث منشورة في مجلات يعني نعم يعني هي ليست الكتب ربما تكون طبعاتها قديمة أو تكون يعني مدرسية أكثر منها كتب تحليلية لكن البحوث التي تنشر هي في الواقع يعني عصارة أفكار وتمر بمراحل من التحكيم الذي يعني تقرأ بأكثر من 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 يعني من أو تمر بأكثر مرحلة من التقييم يعني هذا حقيقة اللي أحب أن أركز عليه اللي هي أن يكون هناك تصور عن ماذا ستكتب طروحتك عن ماذا وبعد هذا كل هذه مؤهلات سواء الاختبارات أو المقررات أو البحوث في الدكتوراه والاختبار الشامل في النهاية هو ما هو يعني تؤهلك إلى وما ذكر الدكتور خالد بأن يعني الأطروحة يسجل الطالب في أطروحة في موضوع والاختبار الشامل الرئيسي والفرعي لا علاقة لها بالأطروحة هذا حقيقة خلل بمعنى هذا أن لم يكن هناك تصور ما هي إلا مراحل يجتازها الطالب وينتهي منها يعني مفصولة عن بعضها وهذا ليس الهدف يعني هي حقيقة يعني أفكار ومعلومات وتحليل هو يعني عملية متدفقة للطالب توصل إلى
الأطروحة الرئيسية. وكرر الشكر حقيقة للجنة وكاسر يعني الشكر لكم حضوركم والسلام عليكم. عليكم السلام. دكتور عويضة تفضل. شكرا دكتور. أنا حقيقة أحاول ألمس بعض يعني التساؤلات أو الإجابات التي سمعتها بعد من خلال يعني ملاحظاتكم. الملحوظة الأول يعني سمعت الآن أنه هو تحديد كتب الحقيقة يعني، وبينما مثل ما قال الدكتور عبد المطوع ليس ضروري أن تكون الكتب هي التي تحدد للطالب، وإنما الأكثر وهذا موجود حقيقة في جامعات غربية أن تحدد موضوعات للطالب يعني 4 أو 5 موضوعات، ثم الطالب يقرأ في هذه الموضوعات ويرجع لمرشده أو المشرف عليه يرجع في ماذا في الناحية الفلانية ما هو أفضل كتاب، وفي الناحية في الموضوع الفلاني ما هو أفضل كتاب. لكن قصدي أنه ليس يعني يفترض أن يقتصر على تحديد كتب بعينها، ولو أن تحديد الكتاب بعينه هذا يمثل تيار معين، هذا يمثل اتجاه معين، هذا يمثل موضوع معين، يعني هذا الكتاب بارز أو مهم في الموضوع الفلاني، لكن يعني يجب أن نزاوج الحقيقة بين الموضوعات وبين الكتب. بعض الأساتذة الزملاء أيضا يعطون موضوعات ويحددون كتب أيضا في الوقت ذاته، فلا نقتصر أنا في نظري لا نقتصر على تحديد كتب عينها. مثلا ذكر الدكتور أبو صالح 80 كتاب، أنا أعتقد 80 كتاب كثيرة جدا، لكن إذا حدد أنا أحدد 6 أو 7 موضوعات مثلا للتخصص الرئيسي، 5 موضوعات أو 4 موضوعات للتخصص الفرعي. الذي يخوف يا إخوان يعني من الاختبار الشامل أنه هناك يعني محاولتين، المحاولة الأولى وإذا فشل فيها الطالب له الحق في المحاولة الثانية ثم ينتهي. هنا أعتقد التخوف يأتي من هذا لأنه لديه فرصتان فقط لكي يجتاز هذا الاختبار. أنا درست في الجامعة في 6 محاولات، وأعرف زملاء لي يعني في تخصصات علمية وتخصصات إنسانية لم يجتازوا الاختبار إلا بعد المحاولة الثالثة. هذا ربما يخفف على الطلاب من المخاوف يعني أنه له الحق، أنه المهم أن يبلغ الهدف، المهم أن يصل إلى الهدف، أنه يعني تكون لديه حصيلة معرفية وحصيلة من الأفكار والآراء والتوجهات في تخصصه كافية لكي تجعله مرشحا لدرجة الدكتوراه، سواء اجتاز الامتحان في المحاولة الأولى أو المحاولة الثانية أو المحاولة الثالثة أو حتى المحاولة الرابعة. في بعض الجامعات 6 محاولات، وأنا هذا موجود في الجامعة التي درست فيها. بالنسبة للملاحظة اللي قالها الدكتور أبو هشام قضية ارتباط الاختبار مع التخصص الدقيق الذي يختاره الطالب، لا بأس أن يكون هناك ارتباط، لكن الاختبار الشامل يقيس ما سبق وليس ما هو آتي. يعني الاختبار الشامل بشقيه سواء التحريري أو الشفوي هو يقيس سواء في الجانب المعرفي أو في الجانب الفكري، يقيس ما سبق حتى يستطيع الطالب أن يكون مؤهلا. فأنا أعتقد الربط ما بين الاختبار الشامل أو موضوعات الاختبار الشامل بالموضوع الذي سوف اختاره الطالب للدراسة في رسالته، أعتقد أنه يعني ليس قويا جدا، وإنما لأن الاختبار الشامل يقيس ما سبق ولا يقيس ما يأتي بعده. النقطة الثالثة، نعم الاختبار الشامل هو تأهيل، الاختبار الشامل هو تأهيل للطالب، يعني نحن نسميه شامل كومبريهنسيف، بينما بعض الجامعات مثل ما قال الدكتور عبد الله كواليفاينج يعني تأهيل للطالب. فالنقطة الأخيرة، المشرف على الطالب له دور مهم في تسهيل أمور الطالب وأيضا يعني مساعدة الطالب على اجتياز هذا فصاحب الطالب يختار تخصص رئيسي وتخصصين فرعيين، المشرف أو صاحب الاختبار في صاحب التخصص الرئيسي
هو في العادة هو مقرر لجنة وهو الذي يدير الاختبار الشامل، وهو أيضا له ارتباط قوي بالطالب، والطالب لابد أن يكون متصل معه دائما لكي يحل له جميع المشاكل، سواء ما يتعلق بالاختبار أو ما يتعلق باختيار الموضوع الرسالة. والسلام عليكم. شكرا دكتور. أستاذ الدكتور حسين الشيخ. دقيقة أو دقيقة ونص بس، تعليق سريع على ما قاله الدكتور المطوع وافق عليه الدكتور عويضة حول مسألة هل نخصص موضوعات أم نخصص كتب. هي أنا بكلم، أو يمكن الموضوع اللي كلمت فيه فرض نفسه عليا، أنا بكلم عن آلية الاختبار، يعني مسألة التطبيقية، أنا بكلم على التطبيق. فمن حيث التطبيق والخبرة العملية، أنا حضرت 8 اختبارات شاملة، وبكرة عندي الاختبار التاسع، فتسع اختبارات شاملة مريت بيها. حقيقة مسألة تحديد الموضوعات هي أصلا بتتم من خلال تحديد التخصص الرئيسي والتخصصين الفرعيين، فالمسألة منتهية، احنا محددين الموضوعات وخلاص. اللي بيحصل، وأنا حاولت ده فعلا مرة من المرات، ان انا اكتفي بتحديد الموضوعات. اللي كان بيحصل انه الطالب دائما ما يتردد عليا بحجة انه مش لاقي الكتب، مش عارف يعمل ايه، ما هوش عارف الكتب، الكتاب كذا، هل هو فعلا في الموضوع او في غير الموضوع. عمليا بكلم من الناحية العملية، بنلاقي نفسنا مضطرين ان احنا نحدد كتب او انسب الكتب، بحيث زي ما قال استاذنا الدكتور الهلابي تغطي اكتر من اتجاه في نفس التخصص، لكنها بتغطي اكتر من اتجاه. فانا لازلت بقول انه عشان نوفر وقت ونوفر مجهود، لانه في النهاية حنضطر نحدد الكتب، فاحنا بنحدد التخصص وندي قائمة بالكتب. وشكرا. شكرا جزيلا. الشكر أولا لرئيس القسم الحقيقة اللي هو الذي طرح هذا الموضوع، ونأمل أن نستمر في مراجعة برامجنا لتقويمها والسعي لتحسينها حتى يتحسن، سعيا لتطوير القسم بصفة عام. كما أشكر زميلي الدكتور عويض الجهني والدكتور حسن والدكتور حسين الشيخ، وأشكركم جميعا على الحضور وعلى إثراء هذه الحلقة النقاشية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.